لا تكتفي الحكومة الحالية في العراق بملفات فسادها الداخلي، إذ أصبح فسادها وإفسادها عابرا للحدود بحسب تسريب صوتي يكشف أن رئيس هيئة الحشد فالح الفياض استقدم عناصر من أكراد سوريا وتركيا لدعم ميليشيا حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وإدراجهم ضمن ميليشيا الحشد. أول ما احتلونا الأكراد المملكة وليبوا هم ليسوا من أكراد أهل كردستان. واضح. هم من أكراد شمال صرب سوريا ومن أكراد جنوب شرق تركيا. لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه لدفع حكومة الإطار التنسيقي رواتب هؤلاء المستقدمين من خارج العراق في وقت يعاني فيه معظم العراقيين من بطالة غير مسبوقة. المسؤولين اللي يتواجهوا بالنيابة، احنا هذول المكان هم هو محتلنا، وقاعد تعطونا مرات الحمد لله من الحكومة العراقية. من الأمن الوطني صحيح؟ نعم من الأمن الوطني. صحيح. واللي جابوا فالح الفياض والجثة بالشيخ نوريد هم داخل سوريا. صحيح. وهو اللي جابه. حكومة الإطار التزمت صمتا مطبقا أمام التسريب الصوتي الذي أكد أنها تدفع الرواتب لعناصر في ميليشيا بكك المصنفة إرهابيا، بينما أكدت مصادر كردية أن ميليشيا الحشد تعتبر قضاء سنجار في محافظة نينوى منطقة استراتيجية لوجودها ضمن مخططات فيلق القدس الإيراني في شمال العراق، وأنها مستعدة للتعاون مع الشيطان من أجل التشبث بها. المصادر أضافت أن كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين لميليشيات الحشد وراء التخطيط لغرفة العمليات المشتركة بين الحشد وعناصر بكك في سنجار، وبمباركة من رئيس حكومة الإطار محمد السوداني.